بداية الحفظ أن ينطلق الطالب في قراءة الآيات التي سمعها من الشيخ، فهو يستعمل حاسة السمع ومن ثم حاسة البصر ومن ثم حاسة الكلام أو نقول الكلام، وهو يردد الآية عدة مرات حتى لا ينساه. تعلمت كتابة اللوح لي سنتين صف خامس، والشيخ عبد العظيم علمني الأحكام، والكتابة على اللوح زدت علمتني وحسنتني خطي. خذيت اللوح لأنه أسهل في الكتابة وأسهل الشيخ للتصحيح وسهل الرؤية والقراءة فيها. كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم.